عندما مو يتهم، وانما اكو ادله على كبار رؤساء السلطه في البلد، من ضمنهم رئيس السلطه التنفيذيه، ايش قد عليه اتهامات؟ واي عفوا السلطه التشريعيه ايش قد عليه اتهامات؟ هل شفت في يوم يا سيد ليث حتى شعبنا يسمع زين، شفت لك انت من تشوف اكو وزير دخل للسجن وتم محاكمته؟ اقول العراق بدا يصحو. هل معقوله 20 سنه من هاي الممارسات واكثر من تريليون ونص نهب تريليون ونص عدا الاموال اللي صرفوها الامريكان، اكو جانب ما حد يتحدث به، ترى اكو مبالغ الامريكان صرفوها توازي المبالغ اللي صرفوها اللي طلعت من الـ من الـ من العراق. هذه المبالغ اذا تجمعها وتتراكم ومنافعها وفوائدها والفشل الحاصل في كل اروقه الوطن وليس الدوله، ماكو سبق الوطن هم تعريفه راح نعيد صياغته فيما بعد. هذا الفشل هل يعقل؟ ماكو وزير رئيس هيئه كذا، انت شايف بالسجن؟ هسه بس واحد تقول لي، وحتى اذا وزير الكتله السياسيه تتخلى عنه تعطيه جوازه وتقول له سافر.